مساء الخير. غني لي تغني لك وانتبه سوا. انت وانا يا ريت عنك ووخ مخبى بفي الحور والكينا وما يكون عنا كهربا ولا جوخ ونعيش ما يعرف حدا فينا يا أمنت لك ليش تخون يا ضو عيوني. في بيت قروي يعبق برائحة الأرض يستضيف علي الديك وجراس الرئيس فنانين في سهرة حميمة وعشاء ودي، وضمن أجواء تشبه صدق علي الديك وتحاكي عفويته يكشف ضيوفه جوانب مخفية عن حياتهم الإنسانية والمهنية، لقاءات لا تشبه الحوارات الفنية ودبكة تلاقي فرن الصاج، ومع كل خبرية غنية. جايك الموت يا ترك الصلاة سمن ورايا. استقبلت عملت 15 حلقة وصورت وخلصت التصوير، مشان انه بعد فترة ما يقولوا العالم انه هلا عم يصور، لا انا صورت وخلصت الفكرة. عم استقبل انا مطربين اصدقائي، مطربين احبائي، وعم نعيش القصة. غني اسم عنوانه غني لي تغني لك، فيعني انه انت بدك تغني وانا بدي غني. كيف اهلها؟ أمك كيفة وإخواتك؟ طمني. هيك القصة، احكي لي عن حياتك، شو اشتغلت؟ فلان بي كان يشتغل خضرجي مطرب، والله أنا كنت اشتغل بالك. ايه عملت قصة. الفنان معين شريف، أيمن زبيب، المطرب العربي وليد توفيق، أرويض عطية، لورا خليل، وسام الأمير، سعد رمضان، نادر الأتات، ربيع الأسمر، طوني حنا، عذرا إذا اسم سبق اسم ما لا يعني، جو أشقر، كله. أجمل شيء في الدنيا أنك تفرجي شخص الآخرين مطرب، أنك أنت تخاوي للمطرب وتقدم له أكثر منك. يعني أنا اليوم وقت يطلع معي مطرب فرقتي قل لهم جنوا جنوا جنوا، فرجوه أنه كان عم تجنوا، شو ما غنى جنوا فرحوا له. في مطربين جابوا أمهاتهم، في مطربين جابوا ستين معين، إيه وغني وعتابة وقصة. يعني كانت الحلقات كلها عم قل لك مميزة، كل حلقة إلى رونقة، وكل حلقة إلى طابعة، وكل مطرب له خبري مقايلة. يعني هو وأمير يزبك مشان ما أنسى الأسماء، وأخواتي حسن وحسين وعمار. نعم، بانتظار ليل السبت لمشاهدة حلقة افتتاحية تكسر كل القواعد، حيث يستضيف علي الديك في أولى سهرات منزله صديقه الفنان معين الشريف. الكثير من الذكريات، أسرار عائلية، وأغنيات لن نسمعها إلا بلقاء في مكان يجمع معين الشريف وعلي الديك. جديد الفنانة آلين خلف، نادر صعب وأنابيلا هلال، كارلوس عزار وجوال داغر، منتبعون كلهم سوا بالبانوراما الفنية. جديد آلين خلف بعد الزواج، وهل هناك من بيبي على الطريق؟ أعمالي الجديدة سبق ونزلت مقلة ودال وحققت نجاحات كتير كبيرة. Thank you. أكيد عم نفكر بمشروع كليب كمان، وعندي غنية كمان تانية هلا على طريق إن شاء الله يا رب، كمان عم تتسجل وتتحضر. وكليب كمان؟ أكيد مفروض. في شي ببي؟ بقتني بعد 10 أيام. ماذا عن الثنائي نادر وأنابيلا، وهل يفكران بالتمثيل؟ فكروا تمثلوا نادر، صرت وش أنت مشهور يعني كلهم، وأنابيلا وش كمان مشهور، بتفكروا بتحبوا التمثيل؟
يمكن بحسب مجال عملنا يمكن بعد شوي عن التمثيل، لكن بهمنا انه اسم اللبناني يضل فعلا بالعالي بجميع المجالات يلي 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 موجوده. انا بلا بتفكر تمثلي ابدا. وختامها مع ثنائي أصبح مؤخراً محط اهتمام الناس، كارلوس عزار وجوال داغر. نتابع. يعني الخميس أول نهار تصوير كمان مسلسل جديد. من جديد من 180 حلقة. لا مش مع كارلوس هالمرة. أنا رايح على البرازيل. راح تغار عليها؟ لا بالعكس. إيه 180 حلقة، كتابة كارين رزق الله وإخراج جيسيكا تحتوه، كمان إنتاج مروة جروب. وفي كذا شغلة هلأ بعدنا عم بقريها. في أعمال جديدة على صعيد الغناء؟ أكيد هلأ في غنية حلو الغرام يلي عم تنزل هلأ بالإذاعات ويلي هي تابعة للمسلسل اللي حكيتكن عنه جوال هلأ. فهيدي آخر غنية كانت كمان عملت ليها كارين عيد، كلمات ألحان توزيع تسجيل إلى آخره. في أكيد هلأ بعد بتفكر تعمل سيدي ولا؟ إيه ما هلأ بعد بدي غنية، هلأ عم بشتغل على آخر غنية تيخلص السيدي. يعني في جديد. وبالنسبة للتمثيل؟ بالنسبة للتمثيل عندي أعمال هلأ بالوقت الحاضر عم بقرأ شغلتين بان أرب مش 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 لبناني. إيه ما كتير رح أعطيكم تفاصيل بس أنتوا رح تعرفوا دغري. نحن رح نعرف أكيد يا كارلوس، لأنه عرض مسلسلك الجديد حيكون على شاشتنا. هيدا كان كل شيء. باي.